فليس خافيا علينا حجم وعمق التحديات التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن، وهو ما بات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية في الحياة وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التي تهدد هذا الحق، إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية باعتبارها العمود الفقري لاستقرار الدول وأمن شعوبها وضمان مصالحها العليا. ويدفعنا ما تقدم إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا وعلى رأسها السودان الشقيق الذي يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه. وأؤكد هنا أن مصر تطلع بمسؤوليتها كدولة جوار مباشر استبذل كافة المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف السودان الآمن المستقر. واتصالا بذلك تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق، وأنني أدعو كافة الدول لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.